ايضا رئيس الوزراء النهارده في اجتماعه عمل مؤتمر صحفي، اجتماعه في غرفه العمليات عمل مؤتمر صحفي اتكلم على توفير تخصيص 100 مليار جنيه لدعم البنيه التحتيه في كافه المحافظات. بنشكره على هذا التصريح، لان احنا امبارح واول كنا بنتكلم على ان احنا مش عايزين نبني جديد دون ان نعتني بالقديم حيث نعيش نحن جميعا. فهو بيقول ان احنا هنخصص 100 مليار لدعم البنيه التحتيه في المحافظات. النهارده ايضا دكتور مصطفى مدبولي كان في جولة في القاهرة الجديدة علشان يتفقد الوضع في القاهرة الجديدة، وهي أكثر المناطق تضررا من موجة الأمطار السابقة، وتفقد المحاور الرئيسية واستعدادات الجهاز أيضا للأمطار. خلينا نسمع جزء مما قاله السيد رئيس الوزراء النهاردة المهندس شريف إسماعيل من غرفة العمليات التابعة لمجلس الوزراء المشكلة لمتابعة الأحوال الجوية. أنا برضو اتصلت بالسيد وزير الصحة امبارح إنه لو لا قدر الله في أي حاجة يبقى برضو الإسعاف متواجد في هذه المحافظات. حتى هذه اللحظة يعني الحمد لله ما فيش حاجة، في أمطار خفيفة في بورسعيد ودمياط، وبنتابع المواقف وبنتابع التحرك يعني السحب وتمركزها، ولو في حاجه هنتعامل معاها. كل المحافظات لديها معداتها، والاتفاق انه في حاله الحاجه الى معدات اضافيه او اي يعني مهمات اضافيه هيتم الاستعانه بالمحافظات المجاوره، وايضا هيبقى في تنسيق طبعا مع قواتنا المسلحه لو في اي حاجه يعني زياده مطلوبه. احنا اوريدي في بعض البحيرات تم يعني تجهيزها مع وزاره الري، يعني مثلا في منطقة رأس غارب في ثلاث بحيرات، يعني حفرنا لثلاث بحيرات صناعية لو المياه بتيجي بتتجمع. عايز أقول برضو إن المياه اللي بتيجي دي ما هي في النهاية يا إما تتجمع في البحيرات يا إما بتنزل في مخزون المياه الجوفية اللي إحنا بنرجع بعد كده بنستفيد بيها. فالاستفادة موجودة إن شاء الله، بس المهم إن إحنا ما يبقاش فيه تأثير سلبي. إذن هذا جزء من كلام السيد رئيس الوزراء للصحفيين. لكل بقى المواطنين طبعا في كل المحافظات بالذات الأكثر تضررا سواء من التراب أو المطر، هنقفل الشبابيك، الناس اللي عندها حساسية صدر زي مثلا لازم نخلي بالنا ان احنا ما نتعرضش للجو، ناخد بالنا كويس جدا من ان احنا ما نقعدش في اماكن مفتوحة. دكاترة الامراض الصدرية بقى يساعدونا في مثل هذه الاحوال. الاطفال نخلي بالنا منهم لان هم الاكثر طبعا تعرضا، ان هم صدرهم بيبقى حساس وهم خارجين. فيعني لو في نشاطات مش لازم نعملها نادي ومش نادي بلاش دلوقتي في اليوم ده، احنا بنتكلم في النهاردة بكرة وبنتكلم في الاربع ان شاء الله الاحوال هتتحسن. وعلى فكره كتير جدا بيبقى في توقعات بانها بتبقى عاصفه قويه، واحنا شفنا ده في دول في العالم كله، وبعد كده العاصفه بتفقد قوتها في مكان ما فبتبقى اضعف. فيعني نتمنى ان العاصفه ما تبقاش بنفس القوه، ولكن الآن مجلس الوزراء والدولة تقول أنها على أهبة الاستعداد لاستقبال هذه العاصفة سواء رملية أو مطرية، وكمان إحنا بنستخدم هذه المياه من الأمطار يعني بنحجزها ورا السدود، مش بس عشان ما تغرقش مناطق أخرى، ولكن أيضا علشان الاستفادة منها لندرة المياه.